عرض أزياء بعنوان قصص من العالم العربي هنا في لندن اليوم ضمن أسبوع لندن للموضة. نتابع بعضا من هذه اللقطات. العرض يضم تصميمات لعدد من أبرز مصممي الأزياء ومصممات الأزياء في العالم العربي مثل ميسون الشامي ورغدة تبوني ومريم حجوجي. دعونا نتعرف أكثر على هذا العرض في هذا التقرير. ينضم إلي في الاستوديو الكاتبة والمدونة المتخصصة في شؤون الموضة والأزياء لورنا كلير ويتمان. لورنا مرحبا بك في بي بي سي تريندينج. عرض اليوم كان بعنوان قصص من العالم العربي. هذا العرض يضم أزياء خليجية مثل العباية وغيرها من الأزياء التقليدية العربية. من هو في لندن يقدر أن يتقبل أن يرتدي مثل هذه الأزياء؟ أعتقد أولا أن هذا أمر إيجابي أن المصممين الخليجيين تمكنوا من عرض تصاميمهم، وهناك دائما حاجة إلى البحث عن مصممين جدد والاطلاع على الأزياء من الخليج العربي. أعطتني أفكارا جميلة، فهذه التصاميم تتسم بالألوان، وأعتقد أن الشعب البريطاني سيحب هذا العرض. هل يمكن أن تستعرضي لنا أبرز القطع من أبرز المصممات العربيات الذين كانوا موجودين اليوم في العرض؟ أولا هناك عدد كبير من التصاميم للاختيار منها، وأفضل أن أرى هيكلا جيدا للتصميم، ومن الممتع أن نرى مصممات من النساء وهي مصممة لملابس الأعراس، ومجموعة تصاميمها معاصرة ولكنها تقليدية في نفس الوقت. ولا يمكننا أن ننسى أن التصميم ليس معنيا بالملابس فقط، فبإمكاني أن أرى أن بعض المصممين الذين يصممون الملابس للاحتفالات ولما نسميه السجاد الأحمر أيضا لهم دور. شكرا لك المدونة المتخصصة في شؤون الموضة والأزياء لورنا كلير ويتمان.